جائزة أحسن دور نسائي مناسبة لكل من الممثلة ليلي كلادستون عن فيلم فانسي دانس. والممثلة شابولوش فيلي، سمحوا لي سيمانة وانا كنحفظ بهذه السمية، عن فيلم بلاك بيرد بلاك بيرد بلاك بيري. أسبوع في خضم مهرجان فيلم المرأة بمدينة سلا وبقاعة سينما هوليود الذي تنظمه جمعية أبيرقرق، يعني على واحد المجموعة ديال كانت المشاهدة مجموعة ديال الأفلام يعني منتبه. التنظيم كان تنظيم محكم، تنظيم جيد من لدن جمعية أبيرقرق والطاقم الصاهر على المهرجان. هذا المهرجان يعني تبارك الله غادي من حسن إلى أحسن، فأتمنى له الاستمرارية، وكنشكر جمعية أبيرقرق وكنشكر مدير المهرجان على هذا النظام وهذا النوع من يعني الحزم ونوع من يعني النظام المزيان اللي كنشوفوا كيستدعي نجوم من كل الدول الاوروبيه والامريكا اللاتينيه. فيلم 6 ويكس للمخرجه نويمي فيرونيكا ساكونيلي. فيلم وفي الدوره 16 اليوم كان الاختتام على امل اللقاء في السنه المقبله ان شاء الله. المراه نصف الرجل.